معلش بس مضطرة أرد على التليفون. تفضل. هيا كارما، ازيك حبيبتي؟ معلش بس موطية صوتي علشان أمل جنبي. خلاص هتاخدها اهو دلوقتي. ادم منصور عايزة رقمه في ايه؟ طيب حاضر، هبعتهولك حالا. يلا باي. باشا. يا باشا، انا الامير رفعت. اخبارك ايه؟ بص يا باشا، في واحدة اسمها كارما جت النهاردة زارت الست حرمك وقعدت معاها في مكتب المأمور. كارما؟ طب ما تعرفش كانت عايزاها في ايه؟ لا سعادتك، ما هو الباب كان مقفول بس انا ما سكتش برضه يعني. فضلت اتطقس كده يعني ما طولش عليك لحد ما سمعت الست حرمك وهي بتقول اللي اسمها كارما دي انها عايزة واحد اسمه ادم. طيب شكرا 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 يا باشا. الو الو استاذ ادم. انا كارما. كارما مين؟ كارما اخت كريمه. اهلا وسهلا. اخبار مدام كريمه ايه؟ هي كويسه الحمد لله. انا كنت محتاجه حضرتك في خدمه. اموريني حضرتك. رانيا عايزه الفلاشه. بص انا مش فاهم حاجه بصراحه بس. طب فين؟ طب كمان نص ساعه. اوكي مع السلامه.